السلام عليكم، عواشر مباركة ورمضان مبارك كريم. معكم إسراء الشرقاوي. غنقدم لكم اليوم واحد الوصفة سهلة ولذيذة وصحية، هي واحد لو بان على كاروت اللي غنرافقوه بخضر مشوية وان صوص بيستو. بالنسبة للمقادير ديال الخبز، غنحتاجوا للطحين ديال الشوفان، يمكن لكم ديروا اي طحين اخر اللي عندكم، خز ومحكوك، ياوغت غريك او ياوغت طبيعي، خميرة بلدية، اللي ما عندوش خميرة بلدية يمكن يدير الخميرة العادية، العسيلة، حليب. انا اختاريت هنا حليب ديال اللوز، يمكن لكم ديروا اي حليب اخر، حليب عادي، ملحة، وفي الاخر كنزوقوها ببيضة وكنديروا لها شوية ديال الزريعة ديال القرع. ودابا ندوزو للطريقة ديال التحضير. غنحتاجو الطحين ديالنا، ودابا ندوزو للتقديم ديال وصفة صلصة البيستو اللي غنحتاجو ليها وريقات ديال الريحان ولا ديال الحبق. اللي ما عندوش يقدر يعوضهم بالمعدنوس ولا لي زيبيناغ، الوريقات ديال الفجل، وريقات ديال اللفت، الشوكيل اللي هو الكرنب او لا كيلي كيقول ليه الورقيه في المنطقه ديال التافيلات والرشيديه. ونديروا معها جوج ديال الثومات، نديروا معها شويه ديال الصنوبر. اللي ما عندوش صنوبر حتى هو يمكن له يعوضه بلوز او قرقاع او زنجلان او كاجو. وغنديروا معها جبنه البارميزان. وغنحتاجو نديرو لها شويه ديال زيت العود. وشويه ديال الملحه. وهكذا كتجي الصلصه ديالنا ديال البيستون بعد ما طحناها، وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الخبز ديالنا من بعد ما دهناه بواحد البيضه ودردرنا عليه الزريعه ديال القرعه الحمراء. كنخليوه يخمر واحد ساعتين ديال المكانه، كندخلوه من بعد الفران على درجه ديال 200 لمده ديال نص ساعه. ندوز معكم دابا الطريقه ديال التقديم. وهذا الخبيز ديالنا من بعد ما قطعناه وحمرناه على جوج ديال الجهات، غادي ندهنوه بواحد لاصوص افوكا. درت فيها غير الافوكا معوكه معها شويه ديال الحامض والبزار والملحه، كنديروا مع هذا العظم باش ما تكحلش. وغادي نزينوها بالخضار ولاصوص بيستو اللي وجدنا. بقاو معايا غنوريكم كيفاش. وهادو هما الخبيزات ديالي من بعد ما وجدوا ودهناهم بلاصوص افوكا ودرنا عليها لاصوص بيستو وزيناهم بخضيره، كاين بروكولي مبخر وخضيره مشويه بلا زيت، وزوقناهم مازال بالبذور المنبته. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم. بالصحه وراحه.